ليكم. قبل ما نورزازة 30 كيلومتر في طريق مراكش كاين الفيلاج ديال ايت بن حدو، فيلاج صغير وهادئ، جهه فيه جديده هي فين غادي تلقاو دي بتيت بوتيك دي ريستوران، وجهه قديمه قدم الدهر. اجيو معايا نكتشفوا القصر ديال ايت بن حدو. القصر ديال ايت بن حدو معلمه من المعالم بجنوب المغرب. كيف جمع القصور في المغرب؟ هو عباره على جور دايره بها السوار والابراج اللي كانت كتحمي السكان من الهجمات الخارجيه. البعض تيقول انه تبنى في القرن الثامن، وواحدين تيقولوا بلي تبنى في عهد المرابطين ما بين القرن 11 والقرن 12. الحاجه اللي متاكدين منها هو ان هذا القصر، القصر ديال ايت بن حدو، دخل في الباتريمون مونديال ديال اليونسكو ابتداء من 1987. سي عبد الله، مازال الناس ساكنين هنايا في القصر؟ باقي ساكن شي خمسة العائلات هما اللي ساكنين، والاخرين تحولوا لهاد الجهة الجديدة. هكذاك لا، حيت الدوار ما يمكنش يتوسع حيت مبني على واحد الكودية والجبل ضيق، ما كاينش فين يتوسع، والعائلات كيكثروا. ولاو كثار، كانت العائلة ديال جوج نفوس، دابا ولاو 20 واحد. ياك، يعني مابقاش قادرهم، مابقاش قادرين يسكنوا تما. ايت بن حدو عندكم الوقت، ما تضيعوش الفرصه ودوزوا فيها الليله. علاش؟ باش تمتعوا بالبانوراما والمناظر الطبيعيه الجميله في شروق الشمس وفي غروبها. تخواز ادريس نوتي: كامبينغ لو تيزا، لا روز دو سابل، ولا كاسبا دو جاردان. بالنسبه للكامبينغ حسب ابتداء من 50 درهم لجوج ديال الناس الليله، وبالنسبه للزوبيرج وليزوتيل حسب ابتداء من 200 درهم الليله لجوج الناس. دابا ملي عرفتوا فين غادي تباتوا في ايت بن حدو، علاش ما تمشيوش تكتشفوا النواحي ديالها؟ كنقترح عليكم واحد فينت جات في طريق زاكوره، حسبوا تقريبا 45 دقيقه حتى لساعه باش تمشوا لها من ايت بن حدو. تما غادي يمكن لكم ديروا دو تري بيل بالاد وسط النخل والجرادي، تعرفوا على ناس ديال المنطقه وطريقه العيش التقليديه ديالهم. ايوا، كي جاتكم الرحله ديال اليوم، ما تنساوش موعدنا كيتجدد قريب دون لو ماروك جيم.